السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فارس التركي من واشنطن دي سي. موجود في أمريكا حاليا للمشاركة في أحد برامج وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان The Impact of Social Entrepreneurs، تأثير ريادة الأعمال الاجتماعية. اليوم زرنا منظمة أو مؤسسة أشوكا، وهي من أهم المؤسسات التي تعنى بمجال ريادة الأعمال الاجتماعية على مستوى العالم. خلونا نعطي تعريف سريع عن ريادة الأعمال الاجتماعية قبل ما نبدأ نتكلم عن أشوكا. ريادة الأعمال الاجتماعية هي بالضبط في النص بين ريادة الأعمال التقليدية التي تعنى بالربح والأرباح، وهذا مقاسها الرئيسي، وبين الجمعيات الخيرية التي لا تبحث عن ربح. فمن كم سنة بدأ هذا الكونسبت؟ لأنه الأعمال الخيرية والتطوعية ما فيها أي استدامة. لو وقف الشخص اللي بيتبرع ويعطيك فلوس ويصدق عليك حيتوقف كل شيء. من هنا جات الفكرة إنه الناس اللي عندها اهتمام بالإنسانية، بالبيئة، بالمجتمع، كيف إنه إحنا نساعدها في إنها تعمل موديل أو نموذج يكون مستدام. أشوكا من أوائل المنظمات اللي بدأت في هذه الثقافة، وبدأت فعليا بدعم الرواد الأعمال اللي شافت أنه عندهم مردود عالي للمجتمع. تقريبا بدأت عام 1980، الآن تدعم 3000 رائد أعمال اجتماعي أو تسميهم زملاء في 80 دولة في العالم. عملية الانضمام لثلاثة ألاف هذولة جدا صعبة وجدا معقدة، في أكثر من 5 مراحل، فيها أسئلة وفيها اختبارات وفيها عروض بريزنتيشن لازم تعملها. الأهم من هذا كله إن أنت كيف تقنع اللجنة اللي تتشكل لاختيارك بأنه أنت فعلا فكرتك هتغير المجتمع بطريقة إيجابية وفعالة وتحل مشاكل. أول السنابل الجاية هحط موقع إلكتروني للتقديم، لو تبغى تقدم أنت أو تقدر ترشح أي أحد تشوف أنه حيفيد المجتمع في مشروعه ويحتاج الدعم. اليوم زرناهم في مكتبهم في دي سي، وكانوا جدا متعاونين وجدا اوبن، ويبحثوا فعلا عن الاشخاص المميزين اللي ينقصهم فقط الدعم. شوكا الى الان قدمت دعم بمبلغ 100 مليون دولار لاعضائها اللي اختارتهم. هدفهم جدا واضح، هو البحث عن اشخاص يبغوا يحدثوا تغيير اجتماعي او بيئي او انساني، لكن ناقصهم الدعم. هذا بالنسبه لهدفهم. بالنسبه لشعارهم جدا رهيب، everyone كان بي شينج ميكر، اي احد قادر على انه يكون قائد للتغيير. عندهم قصص جدا رائعه في دعم رواد الاعمال الاجتماعيين، حاعطيكم 2 منها. دعم واحد الماني اكتشف طريقه ممتازه جدا لتشخيص علاج سرطان الثدي. هذا الشخص اجبر الحكومه الالمانيه على ايش؟ خلاهم يغيروا شيء مهم جدا في التامين في المانيا، بحيث انه كان اول التامين ما يغطي الكشوفات الا بعد سن ال50، خلاهم ينزلوا لل40 لانه اغلب الحالات في هذا الوقت. دعموا صياد كندي ابتكر طريقة حديثة للصيد تخلي السمك ينمو بشكل افضل وبطريقة افضل للحياة البحرية. هذا هو المقصود من ريادة الاعمال الاجتماعية، انك انت تكسب وتربح بشكل رئيسي، ولكن يكون لعملك مردود اجتماعي او بيئي. شوكا عندها برامج جدا كثيرة، ولازم تدخلوا على موقعها وتقروا عنها. واحد من البرامج اسمه امبثي. ايش يسوي هذا البرنامج؟ امبثي موجه للطلاب في المدارس، لأنه يعلمهم الإحساس بالآخرين والتعاطف مع الحالات الإنسانية والاجتماعية والبيئية. كفاية كده، ما أبغى أطول عليكم، حبيت أعطيكم ملخص سريع عن ريادة الأعمال الاجتماعية وعن زيارتنا لمنظمة أشوكا اليوم. كان معكم أخوكم فارس التركي من واشنطن. السلام عليكم، معكم فراس الجراح. شكر وامتنان عظيم لفارس التركي أنه شاركنا بمعلومات عن منظمة أشوكا، لأنه زارهم في مقرهم أمس، وبس حابين اليوم نكمل بعض المعلومات البسيطة. هو صراحة منظمة أشوكا تستحق ساعة كاملة من السنابات حتى نعرف عنها بشكل كامل، ولكن الآن حنتكلم بس عن بعض التفاصيل اللي لها علاقة فينا عند العالم العربي. أشوكا عندها حول كثير من دول العالم برامج تدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وزمالات تعطيها للرواد الاجتماعيين، وعندنا في العالم العربي فقط موجودة في مصر. من خلال فرع أشوكا هذا اللي في مصر، أشوكا تدير كل نشاطاتها في العالم العربي من خلاله، وتعطي زمالات للعرب. حتى الآن أعطوا 80 شاب وشابة عرب زمالات كونهم، بالإضافة طبعاً للزمالات عندهم برامج بينفذوها في العالم العربي زي ما تكلمنا. شيكوا على موقعهم وشوفوا برامجهم اللي ينفذوها في العالم العربي. واخترنا من 80 5 أشخاص، رح نعرض لكم الآن المشاريع الاجتماعية اللي مسوينها وهي السبب في الحصول على هذه الزمالة. بس قبل ما نبدأ، مفهوم الزمالات حنفصل عنه لاحقاً لأنه مفهوم رائع وجميل في المجال، ولكن زمالات أشوكا الآن هي شبكة من الرواد الاجتماعيين يزودوهم بالمصادر لتوسيع. شخص من لبنان اسمه زاهر رضوان أنشأ منظمة اسمها Green Hand تساعد المزارعين على تنمية الزراعة في لبنان بطرق واستراتيجيات إبداعية.
شاب سوري اسمه أحمد إدلبي لاحظ أن المشكلة بعد ما حصلت مشاكل في سوريا أصبح الكثير من السوريين في الخارج، فأنشأ لهم شبكة تزودهم بجميع الفرص بكل ما يتعلق بالحياة، اسمها لولو وبلسم الأيوب من الكويت. أنشأوا تاتش أو توشي، متخصصة في صقل مهارات الإبداعية والرياضية لدى الفتيات في الكويت. خالد الخضير من السعودية لاحظ مشكلة توظيف النساء في السعودية، فأنشأ شركة متخصصة في توظيف النساء اسمها جلوورد، وحصل على الزمالة بسببها. أسماء منصور قاعدة في تونس تنشر مفاهيم الريادة الاجتماعية وتعمل تغيير اجتماعي كبير من خلال هذه المفاهيم، تقريبا نفس اللي بنسويه احنا، واخذت الزمالة بناء عليها. صراحة حمستني أقدم. إلى هنا نكون انتهى الجزء الأول كتعريف عن أشوكا. نتمنى أنكم تدخلوا على هذا الرابط عشان تدخلوا تحاولوا تقدموا مشاركة اجتماعية وأبحروا شوية في الموقع. لأي استفسارات خاصة هذا حسابي، ولأي استفسارات ممكن الكل يستفيد منها حطوها في تويتر على هاشتاج SE4Snap وندخل ونجاوب عليكم إن شاء الله. بالتوفيق.